ينصح الخبراء بالانتباه مبكراً إلى بعض الأعراض التي ترافق مرض الكبد الدهني، وربما لا تحظى بالانتباه المطلوب خلال مرحلة مبكرة. وفي البداية قد لا تظهر عليك أعراض، ولكن مع تقدم الحالة قد تصبح مريضاً جداً. ويوجد نوعان من مرض الكبد الدهني، أحدهما كحول ينجم عن استهلاك الكحول بشكل مفرط، والآخر اضطراب يحصل من جراء عوامل أخرى. وبحسب بيانات شركة بوما البريطانية المختصة في الرعاية الصحية، فإن تقلص حجم الخصيتين لدى الرجل قد يكون من علامات الإصابة بمرض الكبد الدهني. ويؤدي مرض الكبد الدهني إلى هذا التغير في خصيتي الرجل لأنه يسبب جملة من التغيرات الهرمونية في الجسم. وقال المصدر إن الأعراض لا تقف عند هذا الحد، لأن مرض الكبد الدهني قد يحدث اتساعاً في نسيج الصدر، بينما قد تشهد النساء اضطراباً في الدورة الشهرية. وتشمل العلامات الخطيرة الأخرى حكة في الجلد، اصفرار بشرتك أو بياض عينيك، احمرار على راحتي يديك، تساقط شعر، تورم في البطن والساقين ما يؤدي إلى زيادة الوزن دون قصد، الكدمات والنزيف بسهولة، الشعور بالارتباك وصعوبة التركيز وتذكر الأشياء. وغالباً ما يشخص مرض الكبد الدهني إذا نتج عن اختبار الدم المسمى اختبار وظائف الكبد، ولكن تحاليل الدم لا تكشف دائماً مرض الكبد الدهني، ويمكن رصد الحالة أيضاً أثناء الفحص بالموجات فوق الصوتية لبطنك. ولا يعرف الخبراء بالضبط سبب تراكم الدهون في الكبد لدى بعض الأشخاص، ومع ذلك يرتبط مرض الكبد الدهني بعوامل نمط الحياة سيئة. ووفقاً لمايو كلينيك يرتبط مرض الكبد الدهني بما يلي: زيادة الوزن أو السمنة، مقاومة الأنسولين حيث لا تمتص الخلايا السكر استجابة لهرمون الأنسولين، ارتفاع نسبة السكر في الدم ما يشير إلى الإصابة بمقدمات السكري أو داء السكري النوع الثاني، ارتفاع مستويات الدهون وخاصة الدهون الثلاثية في الدم. ولعلاج الحالة ينبغي التوقف عن شرب الكحول إذا كنت مصابا بمرض الكبد الدهني الكحولي.